بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول بعض الوهابية: لو شئت لأتيتك بألفي عالم بدعوا الأشاعرة. انظر ما قاله ابن حزم الظاهري، وانظر ما قاله ابن تيمية، وانظر ما قاله ابن الجوزي، وانظر ما قاله فلان، وانظر ما قاله بعدين وين. طيب لو أتيتك أنا بألفي رجل كانوا أشعرية تقول لا، أنت لن تقيس بالكثرة. عجيب عجيب. قبل قليل تقول الكثرة أنت، سأتيك بألفي عالم بدعوا الأشعرية، وحينما أتيتك بعدد كبير جدا لا، كيف تقيس بالكثرة؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وبعدين حينما تأتي بالأعلام المجمع على إمامتهم كالنووي وشيخ الإسلام ابن حجر وكذا، يقول لك هذا هؤلاء تابوا قبل 5 دقائق من وفاتهم. هذا اسمه عبث، هذا العبث بعينه. واحد شتم الأشاعرة وهو لا يعلم من هم الأشاعرة، كابن حزم الأندلسي، وافقهم في 90% من كلامهم وشتمهم، لأن جاءته صورة من يبدو واحد أخ الإخوة يعني سلف الوهابية، قالوا أشاعرة جماعة ضلالية يقولون إن المصحف يداس بالأرجل لأنه ليس كلام الله تعالى. فقال هؤلاء كفار، هذا الرجل ما كان يعرف أبو عيسى الترمذي. قالوا لو أخرجه أبو عيسى الترمذي يقول من أبو عيسى، ما سمعت به، ما يعرف شيء في المشرق. فتكلم كلمة في الأشاعرة التقط الوهابية. قال ابن الجوزي قال كذا وكذا في الأشاعرة ووافقهم بنسبة 100% في كتاب دفع شبهة التشبيه. كتب ابن الجوزي في رد شبهة التجسيم بما لا يحسن الأشاعرة، الأشاعرة من أولهم إلى آخرهم لا يفعلون مثل ما فعل ابن الجوزي، فقد نصر طريقة أهل السنة بأحسن مما نصرها الأشاعرة أنفسهم، يعني على المبالغ أقول لا يحسن الأشاعرة، الأشاعرة أئمة عظام يستطيعون هذا وزيادة. فإذا قال كلمة التقط الوهابي، انظر ماذا قال في الأشاعرة، طيب انظر ماذا فعل تجاه الأشاعرة، نفس عقيدة الأشاعرة. لكن ابن عبد البر قال كذا وكذا، فتأتي إلى ابن عبد البر تجد 90% من كلامه موافق لكلام الأشاعرة و10% محتمل مجمل، حمله الوهابية على أقبح محامله. ابن أبي زيد القيرواني نفس الترتيب، كل المالكية الشراح يشرحون كلامه المجمل بما يناسب ما عليه السلف وما عليه الأشاعرة. الوهابية قالوا لا 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 لا، هذا ابن أبي زيد على عقيدة من كذا كذا. طيب ماشي، افرض أن ابن أبي زيد قال هذا الكلام، افرض أنه لا يقدم ولا يؤخر. العبرة بالحجة، لا تشغب علي بكثرة من كان أشعريا لأن تعلم أن هذا ليس لصالحك، ولا تقول لي لو شئت لأتيتك بألفي عالم كذا. طريقتهم 87 عالما أثنوا على ابن تيمية، كلهم جمعتهم، جمعت كلامهم كله، كلهم أثنوا عليه بما ليس من دائرة اختصاصهم، أثنوا على أخلاقه وعلى دينه وعلى كذا، لم يتكلموا في العقيدة إلا 2 أو 3 ومن أصحابه أصلا، والآخرون أغلبهم صوفية أو فقهاء ولا علاقة لهم بعلم الكلام، ويقدم الجارح على المعدل إذا كان مفسرا. فالقضية ليست كذلك يا أخي، القضية ليست بكثرة الأشعرية ولا بقلة الوهابية ولا بكثرة المشايخ الذين شتموا الأشعرية، القصة بالحجة. تعال الوهابي قل له أين تجد هذا في كلام الله تعالى، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، أين تجده في كتاب الله أن الله على العرش بذاته، أين وجدت بذاته هذه، من أين أتيت بها؟ له يدان حقيقيتان، أين وجدتها في كتاب والسنة حقيقيتان؟ لا تشغب مع الوهابي، دقق معه في الألفاظ، لا تقبل منه عبارة واحدة غير مستدة إلى الكتاب والسنة. العبرة والكثرة ليست بالكثرة ولا بالقلة، العبرة بالحجة وإن كان الكثرة معنا.
وإن كان أعلام الإسلام جميعا معنا، مع هذا العبرة بالحجة ليست بالكثرة، والحمد لله لسنا فقراء بالحجج. إذا الإنسان معه الأسانيد جميعا، ومعه المحدثون جميعا، ومعه المفسرون جميعا، ومعه علماء الكلام جميعا، ومعه علماء أصول الفقه وهي صنعتهم، ومعه علماء اللغة جميعا، فيخشى من ماذا؟ لا يخشى من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دعوا عنكم هذا التشغيب، هذا من التكاثر المذكور، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ونحن أكثر منكم وأنتم أكثر منا. لا 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 لا، تعال إلى الحجج العلمية العقلية ودقق في كل مقولة يقولها هؤلاء الناس، كل مقولة يقولونها. قال أبو حنيفة، لا تجعلها تمر، دقق في الإسناد إلى أبي حنيفة ستجد الإسناد وضاع، في وضاع، وبنوا عقيدتهم في رفضنا لمنهج أبي حنيفة على خبر موضوع، وهم يهزون به ويسخرون حينما تجلس معهم في خبايا الزوايا نوح الجامع ونوح أبي مريم، وهم يروون روايته في التوحيد ويزعمون أن هذه عقيدة أبي حنيفة. أثر بن مسعود، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، والأثر ضعيف بالآخر، طلع تبع إيش؟ ذكر الجماعي، بدعوا ما بين السماء والأرض بأثر ضعيف، وهم أنفسهم يشهدون أنه ضعيف. الترمذي قال ما قال، وقال إن أشعرية جهمية، طبعا الترمذي قبل الأشعرية، ما كان فيها أشعرية وقت ذاك، لكن ماشي، وقال كذا وكذا عن الجهمية. فدققنا في كلام الترمذي، وجدنا 90% من كلام الترمذي مؤيد لكلام الأشعرية في قضية بلا كيف، في قضية أمروها كما جاءت، في أن هذه النصوص لا تفسر. ووجدنا منه عبارة صغيرة تقول ماذا، وقالت الجهمية اليد هي القوة، وقلنا إن هذا الكلام متناقض. لماذا؟ لأن الجهمية من نفاة الصفات، فإذا نفى اليدين أيضا سينفي القوة. الجهمية يؤمنون بإله ليس موصوفا بصفات، فكلام هذا كلام ليس دقيقا، إضافة إلى أين الإسناد إلى الجهمية، والجهمية في القضاء لا أصل لا وجود لها، ذكرت في الكتب، ما حقيقة أقوال الجهمية الله تعالى أعلم بها، هل فعلا قالوا؟ ربما يكون قالوا وربما لا يكون، خاصة أن الرجل ثار على السلطان وقتل بطريقه من الخوارج أصلا، على طريقة الوهابية، ابن الجهم بن صفوان هذا خارجي مثل الوهابية، وقتل ثم أعلن أنه قال كذا وكذا، قال بعدة أشياء باطلة، هل فعلا ما قاله صحيح بالنسبة إليه؟ إن صح فهذا كفر بواح، إن لم يصح فهذا أيضا كفر بواح، يبقى كلام كفرا. فهذه المغالطات العجيبة الغريبة في الشغب الوهابي وفي الطريقة العصفورية، ذكرناها في تسجيل قديم، العصفورية ينط دائما من مكان لمكان، إذا كان الكثرة لصالحه يقول نحن أكثر كذا كذا، جاء واحد من أولادهم التقط كلمة لنا أنه انتشرت الوهابية جدا، ووجدت أكثر الوهابية في أكثر الناس في بلدي وهابية، بلد صغير مثل الأردن، قال عن أكثر الناس وهابية، لكن لماذا يذهب إلى أندونيسيا ولينظر إلى أكثر الناس؟ لماذا لا يذهب إلى الهند ولينظر أكثر الناس؟ فقال انظر كيف الأشعرية يزعمون أنهم أكثرية، أنتم عندكم مشكلة، إذا أتيناكم بالأكثرية الحقيقية قلتم لا يستدعي عبرة بالكثرة، وإذا كانت لك أكثرية لكم تاجرتم بها، إيش الحبث هذا؟ هذا اسمه إيش؟ الله بلاء كبير، الله مستعان وحالي التكلان. فكونوا على حذر، دقق إياك ثم إياك، حتى لو وجدت النص عند الوهابي بلفظه يرويه عن كتاب معتمد، انظر للمحقق، هل المحقق من أهل السنة وهابي؟ إذا وهابي عند المخطوط، لا تثق بهؤلاء القوم أبدا، فهم قوم يستحلون الكذب لنصرة المذهب، وهذه طريقتهم، فكن منها على حذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.